السلام عليكم، احنا تيم 305. هنتكلم عن definition of lubrication system, definition of lubricant, function of lubricants, properties of oils, types of oils, component of lubrication system, how engine lubrication system works, finally B&ID diagram. انا تسنيم محمد وهنبدأ بال definition of lubrication system، وهي عملية separation للأجزاء المتحركة بأننا نحط مادة زيتية بينهم. لما بيبقى فيه معدنين في contact بينهم بيتولد بينهم friction، بيولد heat، بيسبب تآكل لل moving parts. عشان كده بنعمل separation بينهم يمنع الكونتاكت. ممكن مادة التشحيم تكون liquid، solid، gas، لكن المشهور هو liquid lubricating oil، ده زيت التشحيم. هو مادة زيتية بتفصل بين الموفينج بارتس للإنجين اند ماشين. بما ان اجزاء الإنجين الداخلية جماعها بتتحرك حركة سريعة، بتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بدرجة كبيرة، فلذلك يلزم عمل نظام تزييد يرتبط بحركة الإنجين السريعة ويكون مرتبط بحركة كل من الكام شافت والكرانك شافت. وبتكون وظيفة التشحيم والتزييد اول حاجة ان هو بيعمل على تحسين كفاءة الموفينج بارتس. تاني حاجة عشان هو بيسهل الحركة بين الاجزاء بيعمل على تقليل الانرجي كونسومشن. تالت حاجة بيعمل انترنال كلينينج للانجن نتيجة تغيير الزيت كل فترة. رابع حاجة بنستخدمه في الكولينج للانجن بارتس. خامس حاجة بيقلل الاحتكاك والتآكل بين الاجزاء المتحركة. وهنتكلم دلوقتي عن البروبرتيز اوف اويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس محمد مجدي، هتكلم معاكم عن Properties of Oil. Properties of Oil هي الـ Viscosity والـ Specific Gravity، Solubility و Flash Point، Vapor Pressure، Bore Point و Density. من أهم الـ Properties of Oil هي الـ Viscosity اللي ليها تطبيق اللي هو الـ Lubricating والـ Lubrication System. إيه هي الـ Viscosity؟ Viscosity of the measure of internal friction of fluid between its intermolecular spaces. والفيسكوستي بتختلف مع اختلاف درجات الحرارة والضغط، بحيث ان هي بتقل مع زيادة درجات الحرارة وبتزيد مع زيادة الضغط. وطبعا في جريدز للفيسكوستي 0 و5 و10 و15 و20 وهكذا. طيب ايه حرف الدبليو اللي جنب الرقم دوت؟ اولا الرقم دوت بيريفير للفيسكوستي، يعني اللزوجة بتاعت السائل، والدبليو هي درجة تحمل الزيت او السائل لدرجات الحرارة في الشتاء، بحيث ان هي لما بتبقى قليل الرقم ده بيبقى قليل، الاويل بيبقى ثينر اكتر فبيبقى متحمل لدرجات الحرارة في الشتاء اكتر. طيب نيجي للوبريكيتنج اويلز اكوردنج تو يوزجز. عندك جير اويل وهيدروليك اويل، تيرباين اويل، جريس وانجين اويل. جير اويل دوت عنده هاير فيسكوستي فور ايزي ديستريبيوشن، وبيدي بيمنحك حماية كبيرة جدا للانتاير جير ست. طيب الهيدروليك اويل دوت غير قابل للضغط وبيستخدم لتوزيع الطاقة بتوين الهيدروليك ماشينيري اند اكويبمنت. طب التربين اويل ده بيستخدم في اندستريال ستيم تربينز كومبريسورز وابليكيشن كتير، لان هو بيمنحك ثيرمال استابيليتي عالية جدا ات هاي تمبريتشر. الجريز يستخدم في البيرينجز والتشينز واللينكجز. دلوقتي معاكم باشمهندس عمر عبد المجيد هيتكلم عن الانجن اويل وانواعه. السلام عليكم، معاكم عمر عبد المجيد. ابدا اوضح انواع زيوت الانجن اويل ومميزات كل نوع زيت وايه افضل زيت ممكن نستخدمه. في البدايه الانجن اويل هو عباره عن ماده تشحيم وتزييد بتستخدم في تزييد محركات الاحتراق الداخلي زي العربيات والموتوسيكلات والمولدات وماكينات تانية كتير. المحركات دي بيبقى فيها اجزاء بتتحرك مع بعضها بيتولد بينها قوه احتكاك بتؤدي لهدر الطاقه بتحويلها من طاقه حركه لطاقه حراره، عشان كده بنحتاج نوع زيت كويس يساعد في تقليل الاحتكاك وتقليل هدر الطاقة. الانجن اويل بيتقسم لثلاث انواع وهم المينرال اويلز والسينثيتك اويلز والسيمي سينثيتك اويلز، زيوت معدنية وزيوت صناعية وزيوت شبه صناعية، وكلهم بنضيف عليهم بعض الاديتيفز عشان نحسن كفائتهم.
المينرال اويلز بيتم تكريرها من البترول الخام، وهي مناسبة جدا للموديلات القديمة من العربيات. ميزتها ان تكلفتها قليلة، لكن مشكلتها ان سريانها في دائرة المحرك بتكون بطيئة نوعا ما، وبتحتاج تغيير عدد مرات اكتر من السينثيتك اويل. اما السينثيتك اويل فهي زيوت تشحيم من صنع الانسان، بتتكون من مركبات كيميائية مصطنعة. ميزتها ان عندها قدرة عالية على السريان في درجات الحرارة المنخفضة، والزوجة ثابتة حتى في درجات الحرارة المرتفعة. تغييرها بيكون اقل مقارنة بالمينرال اويلز، الرواسب بتتجمع فيها بشكل اقل، وبتساعد اكتر على تقليل التآكل في اجزاء المحرك. اما السيمي سينثيتك اويل هو مزيج بين المينرال والسينثيتك، بيقدم كفاءة وفعالية اعلى من المينرال واقل من السينثيتك، وتكلفته اقل من الفول سينثيتك اويل. ايه احسن زيت ممكن نستخدمه، المينرال ولا السينثيتك؟ في الحقيقة هي بتعتمد على احتياجات المحرك نفسه وظروف التشغيل والبيئة اللي الماشين بتاعتي موجودة فيها. لو جيت على المينرال اويل هتلاقيه بيوفر قدرة اعلى على الذوبان، وقدرة احسن في التوافق بين حركة اجزاء المحرك ببعضها، وسعر اقل. انما السينثيتك اويل بيوفر قدرة اعلى في تحمل درجات الحرارة العالية، وتحمل البيئات اللي تعتبر صعبة على المينرال اويل، وطبعا بيقاوم التأكسد افضل وبيعيش لفترة أطول. وهيكمل معاكم باشمهندس احمد صلاح الكومبوننتس اوف الانجن لوبريكيشن سيستم. السلام عليكم، انا احمد صلاح مكي، هنتكلم عن الكومبوننت اوف انجن لوبريكيشن سيستم. اولا وهو الاويل سامب او ما يعرف بخزان الزيت او الكارتير، اتس لوكيتد ات ذا بوتوم اوف ذا انجن، ويصنع على شكل صفيحه معدنيه مضغوطه، وظيفته هي تخزين زيت المحرك. ثانيا وهي الاويل سترينر او ما تعرف بمصفات الزيت، وهي عبارة عن مصفاة دقيقة الثغرات. It protects the pump from particles that can choke، وبذلك نحمي الأجزاء الداخلية للمحرك. ثالثا وهي الأويل بامب أو ما تعرف بمضخة الزيت، وهي بمثابة القلب النابض في نظام التزييت. Device helps to circulate the oil to all parts of engine، وبذلك نضمن أن كل أجزاء المحرك الداخلية بيوصل لها الزيت. رابعا وهو الاويل فلتر او ما يعرف بفلتر الزيت، ويستخدم لإزالة الاجزاء العالقة في الزيت. It supplies the oil to oil filters and send it onward. خامسا وهو الاويل جالري سيريز باسج او ما تعرف بممرات الزيت، وتقوم بارسال الزيت الى ابعد الاجزاء في المحرك. سادسا وهو الاويل كولر، نتيجة درجات الحرارة العالية يسخن الزيت فنحتاج إلى تبريده. The most vehicles use oil cooler system for better engine performance. آخر حاجة نتكلم عنها هو oil pressure indicator أو ما يعرف بحساس الزيت، وممكن من خلاله نتتبع ضغط الزيت في المحرك. The low oil pressure light is a warning that there is not enough oil pressure. بيفيدنا ان بعض المكونات الداخلية للمحرك تنتج الكثير من الحرارة وتتطلب تزييتا ثابتا لمنع تلفها. وفي الفقرة القادمة سوف نعرف كيف تعمل دورة التزييت. السلام عليكم، انا مرام عاطف. اكيد بعد الكلام اللي فات ده كله هتكونوا عاوزين تعرفوا يا ترى منظومة التزييت في المحرك ماشية ازاي. لما المحرك يبدأ يشتغل بتبدأ مضخة الزيت اللي هي الاويل بامب المتصلة بعمود المرفق اللي هو الكرانك شافت بالدوران، وطول ما هي بتدور بتسحب الزيت من خزان الزيت اللي هو الاويل سامب في المحرك، وبعدين بتضخه لكل الاجزاء اللي لازم تزيتها. بس قبل الاويل بامب ما تضخ الزيت للمناطق اللي لازم تزيتها، لازم تعديه الاول على مصفة الزيت اللي هي الاويل فلتر، وده التنقيط. وبعد كده بيعدي عبر ممرات الزيت في الكرانك شافت لمناطق الاحتكاك ما بين عمود المرفق وأعمدة البستون. بعدها بينتقل الزيت عبر ممرات في عمود البستون لحد ما يوصل لمناطق الاحتكاك بين عمودي البستون الأفقي والعمودي، ومن ثم إلى مناطق الاحتكاك ما بين البستون واسطوانة غرفة الاحتراق نفسها. وبعدها وبفعل أطواء الزيت اللي احنا بنسميها الكامات المثبتة على البستونز، بيرجع الزيت ويسيل إلى خزان الزيت اللي هو الأويل سامب عند نزول البستون لأسفل. وكمان الأويل بامب بتوصل الزيت عبر ممرات الزيت لمناطق الاحتكاك بين الكامات وصمامات الدخول والخروج، ومن ثم يعود الزيت عبر ممرات أخرى إلى الأويل سامب ليبدأ دورته من جديد. نيجي بقى للبي أند آي دي، وده اختصار لبايمينج أند إنسترومنتيشن دياجرام. وبما إن البي أند آي دي هو بالظبط الفيديو اللي شرحته من شوية، ولكن على هيئة 2 دي خريطة كده وعليها شوية رموز مترتبة بطريقة معينة، فكل اللي أنا هعمله إن هعرف كل رمز عبارة عن إيه. اول حاجه الاويل سامب، ودي اللي البامب بتسحب منها الزيت واللي بتجمع الزيت. الاسترينر، وده اللي بينقي الزيت بس برضو بيرجع يروح للاويل فلتر علشان اضمن انه اتنقى بدرجه اعلى. وبعدين الاويل بامب والاويل فلتر. والاسهم، دي رشاشات بترش الزيت على البستون وعلى الكرانك شافت. فوقيها دي الكامات او الكام شافت او اللي هي اطواق الزيت اللي قلنا عليها.
ودي الجاليري اللي بتزيت السبرينج بتاعت الفالف. وبكده نكون خلصنا، يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا لكم.